عزيز هنا؟ لا هناك. طيار كهرباء تعرفيني بترعش. الو هاي مالي؟ اسبقيني على هناك واطلبي لنا الغداء. الخبر الثاني اللي اخطر من ده هو بقى ممدوح الوارث الخطير، فاكرينه؟ ايوه ماله دلوقتي بيتاجر في الموبيليا. موبيليا؟ مش معقول. ايه اللي دي؟ لكن ده مش هو اللي حصل. وفتح فين يا عزيز؟ لسه ما فتحش امور، هو دلوقتي بيتمرن في عشبتهم. لا شويه لكم شويه لغيركم، عن اذنكم بقى. دمه خفيف قوي عزيز، ده امور. راس ماله يا حبيبتي، شبابه وتاريخه. ابو صلاح، اهلا اهلا ابو صلاح، كنت فين يا واد؟ ده انت لو بتصيف في كفر ما تغيبش عننا الثلاث اشهر دول. يا ريتهم كانوا ثلاث سنين يا عزيز. ياه قد كده لبنان حلوه؟ هي حلوه معاك، جوها رائع. ولا الجبل مناظره تجنن. يا اخي انت شوقتني لبنان. اسمع، الصيف الجاي لازم تيجي معايا. هحاول. مفيش حاجه اسمها تحاول، انت لازم تعمل حسابك من دلوقتي عزيز. الاكل هيبرد. طب يا عم ما عطلكش، البناء مش قادر على بعدك. غرست الكلاب. كلاب؟ ايوه، الكلب ما يحسش بالامان الا جنب صاحب تحت رجليه. بس ده يعني انا مربيها على كده. قول لي بقى يا ابو صلاح، عايزين لما نتقابل بقى. ضروري، ده انا اشتقت لسهراتك. خلاص نتصل ببعض. اوكي. مالك يا عزيز؟ ايه؟ مالك؟ يعني
انت مش زي عادتك، بقالك كم يوم مش طبيعي. مش فاهم. يعني اتغيرت. صح، انا اتغيرت. طب ليه يا عزيز؟ انا زعلتك في حاجه؟ ابدا، بس بقت حاجه زهق، لازم نجدد حياتنا. اشوف غيرك تشوفي غيري. لكن انا بحبك. الحب ده لقيتيه فين؟ انا علمتك الكلمه دي؟ سمعتيها مني؟ لا. يبقى مش لازم تملي دماغك بكلام فارغ. دنيتنا دي مش دنيا حب، دنيا متعه نتمتع فيها بكل اللي يعجبنا، وقت ما يعجبنا بالطريقه اللي تعجبنا. بس اصحابنا هيقولوا علينا ايه لما يشوفونا سيبنا بعض؟ هيقولوا عنا عقلين. لما كنا مبسوطين من بعض كنا مع بعض، ولما ابتدينا نزهق بعدنا عن بعض. طب انا بابا مبسوطه قوي وانا معاك، ما زهقتش منك. صحيح، بس ما تقدريش تقعدي معايا على طول. تعالى يا فندم. عزيز بيه، هات لي علبة سجاير. حاضر عزيز بيه. عزيز انا ما اقدرش ابعد عنك. لا تقدري، لازم تتعلمي التغيير. مش ممكن يا عزيز، مش ممكن. انا ما اعرفش حد غيرك. اصلك كنت صغيره، دلوقتي بقيتي فاهمه الدنيا، وبكره هتعرفي كتير. يعني مش هشوفك تاني. اتفضل عزيز بيه. متشكر. لا خليهم عشانك. متشكر قوي عزيز بيه. عزيز. نعم. هشوفك تاني. طبعا. كنتي زعل بينا؟ احنا اصحاب وضروري هنتقابل. باي باي. لا يا ستي، خرج من بدري. ما تعرفش هيرجع امتى؟ لا والله ما اعرفش. اطلع يا اسطى. حلو يا رادا. ما شفتش. عزيز ما جاش. لا مو سيجا النهارده، تخبي نقول له حاجه؟ لا ميرسي. ازيك عزيز؟
ونتي هبقى كويس قوي لو سبتي سنة. انا بطمن عليك. تعالي يا شرسة طمنيها علي. Thank you.
طفي باللحظة دي بالذات. اسمح لي مفقوس على كده مش هتصدقني لما اقول لك ان هي اللي بست الاول. مصدق مصدق قول. وبعدين اول ما شفت النور اتطفق اهلا مادي. اهلا 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 اجمل وارق واظرف مادي في الدنيا. اتفضلي تعالي هنا جلوس. انت قولي اسمك ايه؟ والي. طب اديني سجارة. أول مرة بتيجي هنا؟ ده في ناس بيقولوا عليا ساكن هنا. ما شفتكش قبل كده. أصلي دي أول مرة بتغرب فيها عن ملعب التنس، مكاني المفضل هناك. وعلى كده بتلعب تنس؟ ده انت مسحتيه باستيكا، ده اهم ومهم هناك. كنا فاكرينك معروف ومشهور. انا ولا فخر، لعيب ومتفرج ومدرب. مع انك حنتوس قوي. حنتوس؟ طب ايه فكرك؟ في ماتش حراق شغال هناك دلوقتي، تحبي تاخدي فكره؟ اخد. مالي؟ ده انا فكرتك في حته بروجرام انما مدري شايل. انت تروح تذاكر يا شاطر. يلا يا مشمشة. يلا سمعت عن حاجة اسمها اليوجا؟ اليوجا؟ دي أكل بقى ولا شرب؟ لا اهي الحاجات دي ما بتجيش على معدتي. لما تيجي على مزاجي. انت دلوقتي حالا تعمل تمرين من تمارين اليوجا، تقف على دماغك وترفع رجلين السيادة لفوق. ممكن بقى حضرتك تيجي توريها لي؟ سيادتك كده اهو. ايوه. طب خبير بقى في الشقلبه يجي صح يا جماعه. خلاص مش هلعب. بلاش يلا بينا نروح. على فكره يا سيد قدم لك نفسي.
ماشي. عمر رشاد. عندك اسمين؟ طب وهنسميك ايه؟ عمر رشاد. دي جديدة عليا. وانت كمان جديد عليا. لكن انت انا ما شفتكش قبل كده. انت ما بتسهرش؟ بتصادف برضو اسهر. زي ليلتي. بتصادف؟ ازاي قادر تعيش من غير سهر؟ قوم معايا. انا هسهرك الليلة للصبح. يلا. على فين بس؟ اي حتة تانية. روح نادي، روح كازينو، اي حتة. انا متأسف قوي، اصلي مش متعود اسهر في اماكن عامة. بتتكلم جد؟ اه والله. دي كمان جديدة عليا. ايوه طبعا. وقعد لوحدك؟ ايوه قصدي اقول اللي ساكن مع اصحابي. هايل، انا احب اكتب الاصحاب الجداد. يلا قوم. اتفضل. ده بيتي المتواضع. يظهر اصحابك خرجوا كلهم؟ ابدا، عمرهم ما فرقوني. انا اللي دايما اغيب عنهم وارجع لهم تاني. تحب اقدمك لهم؟ اتفضل. حضراتهم بالزاك، جورج برنارد شو، ويليام شكسبير، تشيكوف، العقاد، طه حسين، احمد شوقي. تشرفنا. مادي، برضو مش قادر احفظ اساميكم. قولي ايه اللي عاجبك في صحابك دول؟ دول ناس عندهم افكار حلوه، وبحس بمتعه كبيره قوي لما اعيش مع اللي بيكتبوه. برافو. وانت بقى عندك كتب زيهم؟ بحاول اكتب، لكن طبعا على قدي. ايه رايك في شقتي؟ دمها خفيف قوي. في كمان منظر حلو قوي. اتفضلي. بصي، منظر يخلي الواحد يحب الحياه. كل شعاع نور من دول وراه حكايه كفاح ناس. ناس قلوبها مليانه بالامل، اللي فرحان بولاد صغيرين بيجروا يتنططوا. بأب راجع من عمل ناجح، بإذن ربنا يوفقه ويحقق له أحلامه. انا كمان عاجباه. بس من حلال. انا عارف انه حب. ارخص انواع الحب. حب عمره دقايق. الحب الحقيقي يعيش سنين طويلة. يعيش العمر كله. ده كان الواحد يزهق. احنا لازم نغير في الحب. زي ما بنغير في الاكل واللبس. انت يظهر عمرك ما حبيتي. انا ما حبيتش. طب ده انا حبيت ولد واحد 5 سنين. ولد؟ قصدي اقول واحد بس. وكان بيحبك؟ كان بيحبني قوي. عرفتي منين انه كان بيحبك؟ كنا دايما مع بعض، سهر وخروج وفسح وكل حاجه. وفكرتوا تعملوا بيت سوا؟ احنا كنا فاضيين لحاجات زي دي. كان بيشتغل ايه؟ شغلانه كده بس. انا عمري ما كنت بخليه يبوس حاجه ابدا. كنا بنعمل اللي يعجبنا وقت ما يعجبنا بالطريقه اللي تعجبنا. ده مش حب. الحب عاطفة أسمى من كده بكتير. فهمتك. قصدك لازم عواطف في الأول. طب خليني معاك. افرض إن احنا عملنا عواطف، آخرة العواطف دي إيه؟ مش الحب؟ أنا بختصر كل المشوار ده. اللي علمك الكلام ده جانوا عليكي. اتعلمتيه منين؟ من البيت؟ في البيت ما كانوش بيحبوني. من المدرسة؟ أنا ما حدش علمني حاجة غيره هو. هو مين؟ عزيز. الله يسامحه. ما ماتش، ده عايش لسه شايفاه قريب. احسن لك ما تشوفيهوش تاني. طيب ودلوقتي انت بتحبني ولا لا؟ لما تفهمي ايه هو الحب هتعرفي لوحدك. عرفني انت وريحني.
اللي يحب إنسان يحب يخليه أحسن مخلوق في الدنيا، يضحي بحياته عشان حبيبه يعيش سعيد، ما تمرش لحظة واحدة من غير ما يفكر فيه، يبقى عايش معاه حتى وهو بعيد عنه، في دمه، في تفكيره، في أعصابه. لا دي حكاية طويلة قوي. الظاهر كده. اتفضلي أوصلك البيت. خلاص خلاص خلاص. هشوفك تاني إذا حبيت. أحب قوي. اتفضل. ايه يا عمر، بترسم لنا تصميم مكنة جديدة ولا ايه؟ اشمعنى يعني؟ اصل عمرك ما فكرت الا في الشغل. لا المرة دي طلعت اوت. ايه حكيم عيون حضرتك؟ بالظبط غلبتني. تاخد ايه؟ ولا حاجه، يلا بينا.
هنمشي؟ ايوه يلا. قبل ما نروح اي حته عندي مشوار مهم لازم اعمله، تحب تيجي معايا؟ ما فيهاش احراج لحد؟ لا. هنتاخر هناك؟ ابدا. يبقى اوكي. مستشفى هنعمل ايه هنا؟ اصبر هتعرفي كل حاجه. اتفضل. صباح الخير يا مصطفى. خبر ابيض، جناب الباشمهندس. خليك مستريح، تعبش نفسك. اهلا وسهلا جناب الباشمهندس بتاعنا. اهلا وسهلا. كل سنه وليه يا حضراتي. اهلا وسهلا، كتر خيرك، افضلك عليا كتير. العفو يا راجل، ما تقولش كده. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا كويس. رضا يا ست هانم، دراعي وراح. اعمل ايه؟ انوح القسمة كده. ما تخافش يا مصطفى، الشركة مسؤولة عن كل اللي حصل لك. كتر خيرهم، اهم منيمني في فرش كويس وبيعالجوني وكل حاجة. بس الاولاد يا ست هانم هم اللي قلقين بالي خالص. ما يكونش عندك فكر، انت هيصرف لك تعويض كبير. كبير ولا صغير، انا قابل، اهي تبقى نوايا وتسند الزير. ولا ايه يا ست هانم؟ انت ليك حقوق ولازم تاخدها، حالتك دي الشركة مسؤولة عنها. بس انت استريح وما تشغلش بالك بحاجة عشان صحتك تتحسن وترجع بيتك اوام. طول ما نفسك معايا ربنا هيقدم الطيب. انا حفوت عليك مرة تانية. كتر الف خيرك، ربنا يخليك ولا يحرمنيش منك. ربنا يخلي لك الست. انا استينا يا ست هانم، مع السلامة. اهلا وسهلا. مش مهندس عظيم لكن قلبه رهيف، دايما مراعي حقوقنا. ربنا يكتب له في كل خطوة سلامة. ليه؟ عشان ايه؟ انا ذنبي ايه اجي اشوف مناظر زي دي على الصبح؟ حبيت اوريكي حاجة صغيرة جديدة كمان على حياتك. انا مش كل حاجة جديدة بتعجبني. دلوقتي انا هوديك في حتة هتشوف هتتبسط فيها قد ايه. الباشمهندس عمر. اهلا. سوسو، لولا، اهلا. كيكي، شوشات، بيفي، زيزي، نرنر. مش تباركي لي يا مادي على ايه؟ امبارح كسبت شامبيونه فوكس ترات، قعدت ارقص 3 ساعات ونص. تصوري. برافو. طب قولي بقى، بره بيرقصوا 4 ايام بحاله. لو كان الواحد يقدر يسافر بره السنه دي كان يقعد المده دي كلها في مناسبه. سهرات ايه؟ السهرات ولا البنات؟ سهرات يعني بنات وبنات يعني سهرات. سعيد دماغ، فوفو عمل حفلة في الأبارتمون عنده إكزاكت مون كومباري. إخس عليك يا فوفو، سهرة زي دي إزاي ما تقوليش عليها؟ إحنا دورنا عليكي في كل حتة ما لقيناكيش، مش كده؟ مظبوط. آه دورنا عليك. أستأذن أنا، اتفضل. طبعاً إذنكم. عمر، على فين يا عمر؟ دي حياتك؟ بالنهار دايماً وساعات بالليل. ودول صحابك؟ وفي غيرهم كتير. شفت قد ايه حلوين وسعيده بصداقتك بيه؟ ليه لا، وحشين. فريتهم وحشين وبس. ما تقولش كده، احنا احسن وقت بنقضيه مع بعض، ما بنبطلش ضحك ولعب ابدا. وده كل شيء في ألذ من كده في الدنيا؟ مش احسن من المستشفى بتاعتك؟ انا متاكد ان المستشفى بتاعتي دي احسن حاجه عملتيها في حياتك. اللحظات اللي قعدتيهم مع مصطفى ولو انك ما قلتيش ولا كلمه واحده هينفعوا اكتر من العلاج اللي بياخده. وكنت عايزني اكلمه كمان؟ ليه لا، وانا عارفه منين؟ دلوقتي بتتعرفي ويعرف. تشرفنا. اسمع، انا عزمك الليل على سهره من سهراتنا، ايه رايك؟ رايي انك ما فهمتيش حاجه من كل اللي قلته. ازاي يا خبر؟ وحياتي فهمت. ها هتيجي؟ لا. طب اشوفك بكره بعد شغلك. لا يعني مش هشوفك تاني؟ ما اعرفش. هتلاقيني هنا سعيد. سيادتك قرار مجلس الإدارة بخصوص مصطفى.
انت عارف ان ميعاد انعقاد المجلس لسه ما جاش، ومع ذلك انا عملت صورة قرار وحمرره على الاعضاء عشان اخد موافقة عليه بالانضباط. ممكن اعرف مضمون القرار؟ اظن كفاية تعرف ان الشركة بتقدر الناس اللي بيخدموها، وخصوصا اللي بيحصل له حادث اثناء العمل. صحيح ما احناش كلنا عاطفيين قوي زيك، لكن برضو عندنا شيء من الإنسانية وحسن تقدير للأمور. اطمئن. شكرا يا فندم. استأذن. لا اقعد، أنا عايزك عشان حاجة أهم من كده. بقى يا سيدي، شركة النسيج جات لها دعوة من ألمانيا عشان زيارة مصانعها، ومطلوب منا ترشيح واحد نقدم أوراقه لشركات الطيران. أنا رشحتك، ظروفك تسمح بالسفر. متشكر قوي يا فندم، دي فرصة عظيمة لزيادة معلوماتي. هي المدة قد إيه؟ الشهر، والسفر خلال أسبوع. على العموم هم هيختارونا بالميعاد. هكون مستعد للسفر. ده اللي كنت عايز أسمعه منك. عايزينك بقى ترجع لنا بكل المعلومات الممكنة وبصور الآلات اللي تشوف إنها تنفعنا. هعمل تقارير وافية جدا يا فندم. طيب رتب نفسك على طول، واتفق أنت وزميلك ثروت على اللي هيقدر ينفذه أثناء غيابك. متشكر يا فندم. على فكرة، إن كان عندك اقتراح معين بخصوص مصطفى، اعمل لي بيه مذكرة. متشكر جدا يا فندم. حمام شمس معايا. يا ريت. متى؟ لا قولي لي عملتي ايه امبارح؟ اما كانت سهره يا ريتك جيت معانا، ده احنا عملنا البدع. انا بقى الليله عزمك على سهره اجمل الف مره. انت؟ اي بتتكلم جد؟ طبعا. مش معقول. التذاكر اهي. قريني حفلة سيفونية، انا اقعد ثلاث ساعات على كرسي متذنبة اسمع موسيقى كلاسيك؟ هي دي سهرة؟ مش عايزة بلاش، على كيفك. انت مش عايز نسهر سوا وخلاص؟ ايوه. ابقى انا اللي عازمك. فين؟ عندي سامي، نفس البيت اللي اتقابلنا فيه اول مرة. بصراحة الحفلات دي، على العموم اذا ما عجبتكش الحفلة نروح مطرح ما يعجبك. وليه ما نروحش الحفلة دي؟ عشان كده. We'll be right back.
النظارة السوداء. لم أكن من هواة الحفلات، ولكن الأقدار هي التي ساقتني إلى هذا الحفل بالذات لألتقي بهذه الفتاة بالذات. فالنظارة السوداء ما هي إلا قناع يخفي وراءه حيوان شرس يعيش في جسد امرأة لا تعرف الفضيلة ولا الحياة. امرأة مسموح بالدخول؟ فضل. انا لو ما كنتش شفت النور مولع ما كنتش طلعت. البيت بيتك. ليه عملت كده؟ انا متأسف. بالعكس انا اللي متشكرة. فضل. لكن انت ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ اصحابك؟ لا كنت بكتب. بكتب ايه؟ عطاري الشوف. طب تخبيها مني ليه؟ لازم كنت تكتب حاجة تانية. بصراحة ايوه. عني؟ ايوه. لازم جواب. انا عديت المرحلة دي من بدري. انا كنت بكتب قصة بحلل فيها شخصيتك. وسمتها ايه؟ النظارة السوداء. وش معنى؟ لأن النظارة السوداء دي لها معنى خاص في تفكيرك الباطني. أنا مش فاهمة حاجة أبدا. قناع ماسك بتخبي نفسك وراه. أبدا أنا بحب ألبس نظارة سوداء بس. مش صحيح. أنت بتخبي وراها الحاجات اللي مش عاوزة الناس تعرفها عنك. زي إيه؟ بعدين هتبقى تقريها في القصة. هتخلصها إمتى؟ لما تشيلي النظارة دي. أشيلها دلوقتي وأريحك. تبقى دي أول قصة انتهت يوم ما ابتدت. دي شطارتي أنا. هتبقي شاطرة بصحيح يوم ما تقدر تستغني عنها على طول. مقدرش. مقبيش مادي. كل الناس عارفة مادي بالنظارة السوداء. بلاش تبقي مادي. أحسن تكوني مديحة. هي مديحة ومادي إيه؟ مش الاتنين واحد. عندك وقت تسمعي مني شوية كلام؟ لو عندك حاجة اشربها. أفتكر في كزوزة في الثلاجة. طب خليك أنت، أنا هروح أجيبها. شمال ولا يمين؟ شمال. البيت. شكر قوي. العفو ده واجب علينا. قولي. لما بنتولد. ياه وبترجع لبعيد قوي كده ليه؟ عشان نفهم بعض. طيب. لما بنتولد بنبقى زي الورقة البيضة دي نضاف خالص، ولما بنكبر وما نعملش حاجة وحشة بنستنى كده، لكن لما بنعمل حاجات وحشة في حياتنا بنبقى زي الشخبطة دي في الورقة البيضة. انت كده عايزين نشيل الشخبطة دي عشان تفضل الورقة بيضة. عايزين نتخلى عن مادي عشان تفضل مديحة. كويس قوي. يعني انت عايزني امشي في سكة جديدة خالص؟ ايوه. ومين هيمشي معايا فيها؟ انا. طب وانت هتكسب ايه لما تتعب نفسك معايا؟ هكسب مديحة اللي ممكن احبها.
امال مين؟ مديحه بتاعت بكره وبعده بتاعت المستقبل، وعشان كده عاوزك تسيب الشلل بتاعت النادي والسهرات الفارغه اللي بيعملوها، وهلاقي حاجات تسليني بدل الحاجات اللي انت عايزني اسيبها. هتلاقي اكتر واكتر. خلاص يبقى نبتدي من بكره. من بكره. الحمد لله يا باشمهندس، ربنا ما يحرمناش منك. مين دي يا ترى؟ مش عارف، دي انا كنت جاي اسالك. دي خطيبتي باشمهندس، انا عارف دي من عيله كبيره قوي. ما شاء الله، حوريه من الجنه. هو الاخر يستاهل كل خير، ربنا يديه. ألمانيا؟ أنت مسافر؟ أيوه، مدة صغيرة خالص. وحسبني لوحدي؟ دي كلها شهر. شهر بحالي؟ معلش، أنا ما حبيتش أقول لك قبل ما أعودك على الحياة الجديدة. ما قابلتنيش من زمان ليه؟ كل شيء بأوان. في كام يوم وريتني حاجات كتير ما كانش عندي فكرة انها موجودة، ويمكن لو كنت عرفتها لوحدي ما كنتش هفهمها على حياتها. شوية شوية هتلاقي نفسك بتفكري كتير في اللي بتشوفيه وبتسمعي. عشان كده اول ما شفتك قلت انك جديد عليا. انا مش جديد، انا طبيعي زي كل الناس. الشلة اللي كنت بتمشي معاها هي اللي مش طبيعية، شاذة. ماليش دعوة بيهم دلوقتي، أنا بقيت زيك أنت. هي الطيارة هتقوم الساعة كام؟ الساعة 10:30 الصبح. حاجة وصلك؟ مفيش داعي. ليه؟ بلاش نحس إنه وداع، كفاية نسلم كأننا على ميعاد. ما احنا هنسلم في المطار، والميعاد التاني برضه في المطار لما ترجع. خلي بالك من نفسك يا مديحة، فكري في كل الكلام اللي قلته لك. بس انت لازم تكتب لي عشان ما احسش ان انا لوحدي. مش هتكوني لوحدك ابدا، خدي مفتاح شقتي. تبقي تروحي هناك كل ما تعوزي تقعدي معايا، في السريس عايزك دايما تسمع. ايوه كده. خمسة جنيه بس. مرحبا يا سيدي. على مالك يا اخي شوية؟ ايه ده، حوالينا ماشي؟ طبعا. 10 جنيه.
10. بس 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 2 جنيه 5. انت بتسمي ولا ايه يا ميري؟ كتاب حلو قوي يا ماما، قصه عرابي والخديوي توفيق. عرابي وتوفيق مين يا بنتي؟ انت هترجعي تلميذه من تاني؟ هما تلامذة بس اللي بيقروا. صراحه يا مادي انت مش عجباني اليومين دول ابدا. الله لا 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 بقالي كام يوم قاعده في البيت، لا بتنزلي ولا بتسهري زي عوايل. مالك يا بنتي انت متضايقه من حاجه؟ لا ابدا. امال مالك؟ خلاص ما بقيتيش اصحابي؟ خلصتيهم كلهم؟ يعني طب قومي سيبي الكتاب اللي فيك ده وقومي العبي معانا شويه. قومي فرفشي. انا ما بحبش اللعب وكمان عايزه اخلص الكتاب ده قبل ما انام. على كيفك. لا من فضلك خليهم يوطوا صوتهم عشان مش عارفه. وطي صوتكوا شويه خلي مادي تعرف تذاكر. ما انا اقول اتروح. ست حارف اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دي خطوه عزيزه. وازيك دلوقتي؟ ده انا بقيت عال قوي يا ست هان، اشد من الحصان. ده انتوا عطفكوا زايد عليا قوي. امال فين الباشمهندس؟ هو مسافر. ربنا يرده بالسلامه، يستاهل الف خير. انسان قوي يا ست هان. اهلا وسهلا. انا مبسوطه قوي اللي شفتك المره دي احلى. ربنا كبير يا ست هانم. والله انا نفسي اسيب الفرش واروح اشتغل. يعني هو دراعي هيمنعني عن الشغل؟ ابدا. لكن اوامر الحكمه كده، هنعمل ايه؟ برضه ما ترتاح كويس احسن. اتفضل دي عشان. يا سلام، انا مش عارفه اتشكر ازاي. مقبوله يا ست هاني، ربنا ما يحرم الناس من عطفك. طب مش لازمك اي حاجه؟ تقدر دلوقتي تعتبرني بدل باشمهندس. ربنا يكرمك يا ست هاني، الف شكر. طب ممكن تديني عنوان البيت؟ البيت؟ ايوه، انا عايزه ازور الست بتاعتك. ربنا يكرمك يا ست هاني ويبعد عني كل اذى. هو العنوان ايه؟ السيدة زينب، شارع متولي، نمرة 12. طبعا اذنك دلوقتي وهرجع اشوفك تاني. متشكر خالص، الف الف شكر يا ست هان. اهلا وسهلا. عزيزي عمر، مش قادرة أقول إنك وحشني، لأنك عارف من غير ما أقول أنا لسه راجعة حالا من المستشفى. كنت بزور مصطفى. ما تقدرش تتصور قد إيه كانت فرصة ليا النهاردة. عرفت أنت كنت بتقصد إيه لما خدتني المستشفى معاك. إياك تكون راضي عني، ويا ريت يوصلني بكرة أول جواب منك. مديحة. مش هقدر اجي، تعبانه برضه. لا يا اخي قلت لك لا. Thank you.
صاحبتي اللي قلت لك تبعتها لي وبتضحك كمان. انا ما بكلمهاش. انت مش هترجعي قبل البارتيتا ما تيجي؟ اطمني الشله كلها اللي نادي معزومين على عيد ميلاد فيه. واذا سهره طولت حبات عندها اورفوار. تعال انا عمال اقاوم كل المده دي ولا وصلنيش جواب واحد منك. مش زعلانة من حد ابدا، بس مش هقدر. مع السلامة. شفت يا عمر، هم لسه طالبيني، قلت لهم لا، بس هفضل اقول لا لامتى مش عارفه. انا خايفه يا عمر، خايفه من ليه. Thank you.
وبيت الشباب. طب حالك حالك كفايه من فضلك. انا اسمي مديحة. يا احنا اتغيرنا خالص. وازيك يا مديحة؟ كويسة. وكنت فين كل ده؟ وايه اخبارك؟ عادي. انت يا بنت انت الواحد ما بيقدرش يستغنى عنك ابدا. تعرف ان انا كنت بدور عليك في كل حتة. متشكرة اوي. سجارة. بطلتها. كمان. وحشتيني يا مادي. تصوري ان انا كنت عايز اشوفك واسهر معاكي. زهقت من السهر والحفلات. صحيح. بأمارة ما انتهينا دلوقتي. صدفة. امال بتضيع وقتك ازاي؟ بطلت اضيعه. ابتديت استخسره. ليه بقى؟ ايه اللي جد عليكي فاهميني؟ بت ايه؟ وريني حضرتك كده. انا بتكلم جد. الله ده دايما صحيح. انت حتى صوتك فيه شويه مرارة. انما قولي لي ابتديتي تتنهدي وتسرحي وتسهري الليالي ولا لسه؟ لا لا يا مادي. يا علي ده العمر قصير والدنيا مليانه حاجات حلوه ولو فاتت ما تتعوضش. الحلو عندك يمكن يكون وحش عندي. من امتى الكلام ده؟ من يوم ما قلعت النظاره السوداء. كويس النقطه دي ولو اني مش فاهمه، لكن نسيت الايام اللي فاتت. نسيت يا عزيز. مش موقف. قومي بينا نرقص. مش خايفه. لا عايزه، بس خايفة تلاقي نفسك بين دراعاتي وبدور بيكي من تاني. مش كده؟ Thank you.
نزلت يا جيري، راحت النادي. لما تيجي نقول لها مين؟ اه اهلا وسهلا. العفو يا شيري. عليك يا عمرو، انا ما سمعتنيش وانا بنده عليك. دي مقابله تقابلها لي بعد ما ترجع. عاوزه ايه؟ عايزه اقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. من المانيا دي؟ ايوه. لازم عشان افتح اشوفها. افتحها. الله، انا هديه حلوه قوي. دي مش هديه، ده تمن الوقت اللي ضيعتيه معايا. الهديه اللي هديلك اهي. انت السبب، كتبت لك كتير عن البيت وعن التليفونات، سالت فيا، رديت عليا ولو بجواب. ده فاكر ايه سهل عليا اسمع التليفونات والضحك وانا لوحدي؟ عارف اللي عرفته في شهر؟ يا سيدي اللي قدامي بقالي سنين، انا مش حجر. لف ولحم. انا اتحملت كتير عشان افضل ماشي زي ما انت عايز. تقدر تقولي ما اتكتبتيش ليه؟ عشان تبني روحك بيدي يوم ما حدش يقدر يهدمك. دلوقتي خلاص كان انتهت. اذا كنت عايزه تنفعي روحك اديك عارفه تعملي ايه. بلاش عندي وقت اضيعه. لكن مع السلامه. صباح الحبايب، يا ألف حمد لله على السلامة. وصلت إيه من امبارح؟ كمان مرة حمد لله على السلامة. احكي لي بقى عن ألمانيا واللي شفته وعملته في ألمانيا. يا سلام يا ثروت، عقول هندسية جبارة، مصانع مذهلة، إنتاج على أعلى مستوى. أما العمال هناك، عمال إيه يا راجل ومصانع إيه؟ كلمني أنت واطربني عن الستات الغربيات. ما كانش عندي وقت للحلف. اطلع من دول. قول لي ولا تخبيش. قول لي انت عامله ايه لمصطفى؟ مصطفى؟ مصطفى ده مين؟ بتاع الحادثه اللي دراعه. ده عملوا له فوق مكان يتصور، وروا له ليله القدر. طب عال عن اذنك اخش اصبح. تعالى هنا، لسه ما شرفش ويمكن ما يجيش النهارده كمان. ليه خير؟ اصله بقاله كام يوم معتكف، صحته مهويه شويه. Thank you.
تليفون يا سعادة البيت، باشمهندس عمر. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة يا عمر. ها ازاي حال الرحلة هناك؟ ان شاء الله اكون انبسطت. عال عال جدا. لا اتفضل انت هنا نشوفك نتكلم شوية في الموضوع. في انتظار. ايه انت راجع المانيا؟ وصل عند المدير. ليه يا اخي؟ احنا ملزومين نروح لهم بيوتهم كمان. انا اللي مستعجل اوري له التقارير والبيانات اللي معايا. كل البيانات التفصيلية عن المكانات دي موجودة في التقرير. مجهود عظيم جدا يا عمر بالنسبة للمدة الصغيرة اللي قضيتها هناك. في الحقيقة يا فندم انا كنت اتمنى المدة الطول شوية. نصفرك تاني ما دام النتيجة مدهشة بالشكل ده. وده تقدير شامل عن الخدمات اللي بتقدمها المصانع هناك لعمالها. اه كويس اوي، نشوفها دي بعدين. وكويس كمان انك كتبت اتمنى واتمنى قطع الغيار. المكانات دي بجانب التأمينات اللي انا مقترحها في تقريري عشان العمال. كله هيتنفس، كله هيتنفس. لاكي 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 تعال هنا احسن لك. كده يا مرغب، لاكي يعمل فيك كده؟ متشكر. لا بنتي مرغب، باشمهندس عمر. اهلا وسهلا. لسه راجع من المانيا امبارح. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضل. متشكر يا سيدي. مرفت منتظرك بفارغ الصبر. فعلا. اصلا عندها فكرة تسافر برا الصيف اللي جاي وعايزة منك شوية معلومات. انا في الخدمة. يا ريت يا استاذ عمر وقتك يسمح وتحكي لي عن كل اللي شفته في اوروبا. والله انا رحلتي ما تعدتش المانيا. كويس قوي، وايه اللي لفت نظرك هناك؟ اهم حاجة في المانيا العظمة الصناعية اللي ما اعتقدش ان في زيها في العالم كله. سمنا من الصناعة والهندسة والميكانيكا. احكي لي عن الحياة هناك، الناس واخلاقهم وعوايدهم. في الحقيقة انا ما كانش عندي وقت لكده لان المدة كلها كانت شهر. طبعا حضرت حفلات وملاهي. برضو مش هقدر افيدك من ناحية دي. عمر كان مشغول في المصانع والماكينات بس. هو ده معقول يا بابي؟ يعني بالليل كان بيروح المصانع برضو؟ ولا انت مكسوف تتكلم قدام بابي؟ اقوم انا يا سيدي عشان تاخد راحتك بقى في الكلام. احكي لي اول ما وصلت عملت ايه؟ موجود يا شاطر. واحد افندي بيسال على بابا يا ماما. قول له اتفضل يا واد. اتفضل. اهلا وسهلا بحضرة الباشمهندس. اهلا يا مكاتب. احنا زرنا النادي. اتفضل اتفضل. اروح يا واد بس. يا حمار ابيض، كلام الباشمهندس وانا كمان بقول ايه الانوار العظيمه دي. ازيك يا مصطفى؟ الله يسلم خاطرك. اتفضل. عفوا عفوا يا مصطفى. خش ذاكر جوه انت اهو. علمنا انا وعلمنا. حاضر. اتفضل. وحشتنا قوي يا عمر بيه. الله يحفظك يا مصطفى. والله يا باشمهندس كنا طول الليل والنهار في سيرتك، لكن نفسك كان دايما معانا. الله يخليك. امانه يا باشمهندس تتشكر لي قوي للهالي. جت زارتني في المستشفى وجت هنا كمان شافت العيال في البيت. هنا؟ ايوه، جبرت مخاطرنا خالص. جت هنا البيت روحها طيبه قوي، ولادي فرحوا بيها فرحه ما كانوش عاوزينها تخرج. كتر الف خيرها. اهلا وسهلا. احكي لي عامل معاك ايه في الشركه؟ حاجه ما حصلتش بقى. لما هقول لحضرتك مش هتصدقني، لكن انا عارف ان الفضل الكبير في اللي حصل لحضرتك. صرفولي 55 جنيه. كويس، وطبعا المرتب بتاعك ماشي. لا انا ما بشتغلش في الشركه دلوقتي، انا بشتغل غفير حراسه لمحل تجاري، باخد 6 جنيه في الشهر. القهوه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نورت البيت يا باشمهندس. شكرا قوي. تسلمي ايدك. الله يسلمك. اتفضل. شكرا. بتقول 6 جنيه؟ فضل وعدل. لا مش عدل. 6 جنيه اعملوا لك ايه انت ومراتك والاولاد طول الشهر؟ ومين هيشغل عامل بذراع واحد يا باشمهندس؟ الشركه مسؤوله. وهي الشركه حد بيطول منها حاجه؟ لا يا مصطفى ما تقولش كده. ده حقك ولازم تاخده. انا هكتب مذكره واقدمها لمجلس الاداره. ربنا يخليك.
كان عندك حق تعمل اللي عملته معايا، كان لازم تحتقرني لحد ما اتعلم اني احترم نفسي علشان تبتدي الناس تحترمني. فهمت الدرس كويس وهنفذه باخلاص، بس يا ريت تسامحني، محتاجه اكتر من اول انك تقف جنبي توجهني تحارب معايا الشر اللي بيجري في دمي. لو شفتك الليله في الكازينو، المكان اللي كنت دايما تحب تقابلني فيه، هعرف انك سامحتني. انا مستنياك هناك مديحه. مين بيكلمك؟ حذر، صوت ما سمعتوش في التليفون ابدا، لكن سمعته في الطبيعه. اسهل لك الفزوره شويه. انت قابلت كام بنت بعد ما رجعت من المانيا؟ اهلا وسهلا ميرفت هان. هي فعلا مفاجاه. لا 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 بالعكس، مفاجاه لطيفه. انت عارف انا بكلمك ليه؟ عشان تكمل لي محاضرتك عن المانيا. أنا بقول عليها محاضرات لأني معتبرة نفسي تلمستك. لا العفو، أنا تحت أمرك في أي وقت وفي أي مكان. تبقى تقوم تاخد تاكس وتجيني على طول. طبعا دلوقتي احنا في عصر السرعة. والله متأسف مش حاضر، أصلي نازل حالا، عندي ميعاد مهم. معلش أرجوك تقبلي اعتذاري. مش مهم، أنا لسه ما تعشيتش مش راح اكل لما تيجي. معلش اعتذر على الميعاد. طيب ممكن اجيلك في نفس الموعد ده بس بكره؟ يعني مفيش فايده. طيب يا ستي. إذا كنت شايف إن الشركة تقدر تستفيد منه أنا ما عنديش مانع.
في اعمال سهله كتير قوي في الشركه ما تحتاجش الا لمجهود عضلي بسيط. بس دي اعمال فنيين يا عمر. ممكن يا فندم الفنيين يمرنوه لحد ما يتعلم. على العموم انا ما اقدرش اصدقك طلعت. شكرا قوي يا فندم. انا هرجعه للشركه تاني علشان خاطرك. بس ارجو ان سيادتك تلاحظ انه ما ثقلش دراعه عشان خاطري، انما عشان خاطر الشركه. دي ملحوظه في محلها. بس انا ملاحظ انك انت بتدي كتير من وقتك للعمال مع ان دي مش مسؤوليتك خالص. انا بحاول اكون بس مجرد واسطه بينهم وبين الشركه. بعد كده مش هتلاقي عندك وقت للواسطه دي. الواجب الانساني من السهل دايما ان الواحد يلاقي الوقت. انت مش فاهمني. اصل مسؤولياتك زادت. في قرار صدر بترقيتك الى المستشار الصناعي للشركه. مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا فندم. انا بقيت المستشار الصناعي. مش كتير على نشاطك وذكائك وخبرتك انك تصل الى اعلى المناصب في الشركه، ويمكن في يوم من الايام تقعد على مكتبي ده. الله يحفظك يا فندم، ده شرف عظيم جدا. اديني الاستاذ كريم. بس زي ما قلت لك انت من دلوقتي يا كريم وظف اوضه الاستاذ عمر الجديده. زي ما قلت لك انت من الانف صاعد، تهتم بنفسك ومستقبلك ومسؤولياتك، ما تضيعش وقتك بقى في الحاجات اللي منهاش فايده. ان شاء الله يا فندم. مع السلامه. الله يسلمك يا مستشارنا العزيز. الله. على فين يا عمر كفل الشر؟ استغنوا عني هنا. يا نهار اسود، انت بتتكلم جد؟ انت شايف؟ انا كنت عارف ان ده هيحصل، ويا ما نصحت. عمال ايه وهباب ايه؟ مالك انت ومال العمال؟ انت كنت اتخلقت مهندس ولا محامي يا اخي؟ معلش يا ثروت، انا استاهل. طبعا تستاهل. استاهل الترقيه اللي رقوا قالي. يا عمر قلت لك بلا. ايه؟ ترقيه؟ اه يا سيدي. انت بتتكلم جد؟ هعمل ايه؟ بقيت المستشار الصناعي بتاع الشركه. اسمتي كده؟ انت بعد كل اللي عملته فيهم. الو؟ اهلا وسهلا. الله يبارك. وعرفت منين؟ عرفت قبل منك. المهم انا عايزه ابارك لك بنفسي. قولي انت هتخلص الشغل الساعه كام؟ طب عارف نادي الفروسيه؟ ايوه انا عزمك على الغدا هناك. هو كل مره انت اللي تعزميني؟ خلي العزومه دي عليا انا بقى. طبعا مفيش فرق. خلاص يا ست هكون في المعاد. مع السلامة. أما أنا صاحي حمار. نعم. من فضلك عايز اتكلم الباشمهندس عمر. متأسف يا هاني، دول استغنوا عنه هنا. كان بيعمل لهم اشكالات في الشركه، قاموا ادبوه ادب تمام، رقوه بقى له مكتب خصوصي ونمره خصوصيه. لا يا هاني، الخصوصيات دي لسه ما اعرفهاش. مع السلامه. الدكتور بتاعي
ما كانش عنده صبر. قفل باب العيادة في وشي. ولسه مش عايزة أقول إنه لا أمل فيه. والظريف إن إحنا اتقابلنا عشان نتكلم عن ألمانيا، ولحد دلوقتي ما اتكلمناش ولا كلمة عنها. ما هو الأبرع من كده إنك تكلمني بقى شوية عن نفسك. أحب أعرف أكتر ما يمكن عنك. كل ما يمكن تعرفيه عني أقدر ألخصه لك في ثلاث كلمات: مهندس وهاوي أدب. حياتك الشخصية الاجتماعية من الناحية الاجتماعية عازب وفراغ تام. حالة محزنة جدا. مش قوي كده كويس. عمر بونسوار. عمر هاي مازي. الله، هي مازي مش معاك ولا ايه؟ اي خدمة يا هاني، حضرتك عايزة مين؟ متأسفة، اصلي غلطت في الشبه يا استاذ عمر. مين ماجي؟ انت تعرف حد من الاشكال دي؟ صحتك. مين؟ ماجي؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ايه يا ترى سبب تشريفك بالزيارة الليلة؟ انت اللي سمحت لي اجي في غيابي. دي تبقى لكن معلش انا متساهل. اي خدمة اقدر اقدمها لك؟ ايه طلباتك؟ عمر انت سكران. انا؟ لا 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 لا، انا لا يمكن اسكر. اولا انا بس مبسوط شوية. عايزة تقولي ايه؟ عايزك تنسى اللي فات ونعرف بعض من جديد. ليه لا؟ وزي ما انت شايفة الشقة سمباتيك، بس في ناس كتير، محسوبك والأساتذة العظام، انا عرفتك بيهم. تعالي تعالي. اتشرفت قبل كده. صحيح، حصل ايه بعد كده؟ ايوه الفرنج، اتفضل تعالي. المنظر الرائع ده والناس المنورين هناك دول برضو كلمتني عنهم قبل كده. كده؟ يبقى البوسه بقى. انت بوسيني هنا. يلا بقى تعالي بوسيني. انت قعدت هنا وانا قعدت قدامك، ودلوقتي انت هتقعد هنا. لماذا؟ لاني ما بقتش محتاجه للدروس والمعلم بتاعي اتغير. ايه اللي غيرك يا عمر؟ انت ما كنتش كده. كده كويس خالص. لا كده مش كويس، انت بتغلط نفسك. اسمعني يا عمر، انا عايزك ترجع لي. انا عارفه انك بتحبني حقيقي، عمرك ما قلتها لي، لكن انا عارفه. وانا كمان بحبك يا عمر، وما اقدرش اعيش من غيرك. Thank you.
جنابك عارف العمال هنا نصيتهم لك انسان. عارف عارف. قول لي على اللي انت عايزه باختصار. حاضر. انا كنت عايز اقول لجنابك على اللي داير هنا بالحرف الواحد عشان ولا مؤاخذه عيب عليا. عندك شكوى معينه؟ زملاء العمال لهم شكاوى. خليهم يكتبوا بيها مذكره ويقدموها لثروه. ده كلام ما نقدرش نقوله في ورقه يا باشمهندس، خصوصا للاستاذ ثروه. انا ما عدتش فاضي دلوقتي، انا مسؤولياتي زادت وشؤون العمال دي بقت من اختصاص الباشمهندس ثروت. حاضر. انا بس كل اللي عاوزه من جنابك دقيقتين ثلاثة احكي لك كل اللي في نفسي عشان. صباح الخير. صباح الخير ميرفت هانم. اهلا اهلا. انت مشغول؟ لا ابدا. مع السلامة انت يا مصطفى. اعمل زي ما قلت لك. حاضر. ايه المفاجأة اللطيفة دي؟ ادي فضل يكلمني طول الوقت عن الماكينات الجديدة اللي انت جبتها من المانيا لحد ما حسيت بغيرة منها فحبيت اتفرج عليها. بس كده؟ قوي قوي. يا سلام. اتفضلي. انا بغيت الخجل، يا ريتني ما جيت. الشيء كان لازم اعمله من زمان. ازيك دلوقتي يا مصطفى؟ الله انا في كرب وده اللي خلاني جيت. تحت امرك. اي خدمه؟ الخدمه مش ليا، للبشمهندس. ماله؟ اصل في حاجات مش ولا بد حاصله عندنا في الشغل، فحبيت افهمه عليها في مكتبه. ما ادانيش فرصه، اما لقيتش قدامي غير حضرتك. ايه الحكايه بالظبط يا مصطفى؟ اصلهم لفوه لفه عجيبه. مين اللي فوق؟ إدارة المصنع وصاحب المصنع منهم لله. انت عارفة انه كان حبيبنا كلنا، كان زي الصراط المستقيم. النهاردة اتغير، حوت شمال شمال قوي، لا عاد بيهتم بالعمال ولا بيسأل فيهم، وانت عارفة ان احنا مالناش غيره في المصنع. عمر يتغير كده؟ مش معقول. طب إله الجديد تاني، لو كنت بكذب في كلمة. 40 عامل النهاردة استلموا انذارات بالرد، يرضي ربنا. ودول عملوا ايه؟ ما عملوش. قال ايه؟ توفير، مع انهم لازمين للعمل. المكن الجديد جبار، عاوز ناس تلاحق عليه مش راف. طب وانا ايه اللي اقدر اعمله؟ تكلم الباشمهندس تفهمين حبايبه بدأوا ينقلبوا عليه،
بيغلوا ضده. مش عاوزين كده، عاوزينه زي زمان دغري زي السيف. اعملي معروف يا ست مديحة، ده ثواب وخدمة له هو. الواحد لما يحود يلزمه اللي ينبهه ويرجعه للطريق المظبوط. الواحد لما يحود يلزمه اللي ينبهه ويرجعه للطريق المظبوط. هو عمل معايا كده. نعم، بس انا دلوقتي ما بقتش بشوفه زي الاول. هو ده الوقت اللي لازم تشوفيه فيه. اعملي معروف يا ست مديحة، ده الباشمهندس انسان قوي، حرام نسيبه يضيع بالشكل ده. حاول يا مصطفى، ربنا يلهمك. اللي استاذن انا بقى، مع السلامة. تستنيني لحظة لما اطلع اغير ولا تحبي تتفضلي فوق؟ يا بخيل، تجيبني لحد هنا ومش عاوز تفرجني على بيتك. انا يسعدني بس ما يلا بينا. في انهي دور؟ الاخير. ياه، انا عكسك بالظبط، ما احبش الساكن العادي. لما تشوف المنظر من فوق هتغير رايك. اتفضلي. لو مفيش اسانسير دلوقتي يا عمر كنت عملت ايه؟ بسيط، ما كنتش فكرت عالي. ايه رايك بقى؟ بيت الانسان يدل على شخصيته. تعرف؟ انا دلوقتي عرفت عنك حاجات كتير قوي. جوزي طبعا. عرفت عنك البساطة والذوق والهدوء. وجود المكتبة دي يدل على انك بتحب الثقافة والاطلاع. مظبوط؟ تحليل نفسي كامل. تحب اقول لك كمان؟ اتفضلي. اقدر اقول لك ان بيت الزوجية هيكون اجمل من كده 10 مرات. اهو ده بقى لسه ما فكرتش. وانت هتفكر يا عمر؟ هفكر لوحدي. في واحدة واقفة جنبك تتفكر معاك، ما انتش حاسس بيها؟ طبعا حاسس بيها يا مربت، وسعيد قوي بيها، بس انا محتاج شويه وقت. تعمل بيه ايه؟ انت دلوقتي مركزك بقى كبير قوي في الشركه، وبكره هتبقى كانك صاحب المصنع، يعني مستقبلك بقى واضح. انا مش قلقان على مستقبلي، انا عندي ظرف حساس شويه ولازم اصفيه. ايه هو؟ في واحده تانية في حياتك؟ مش زي ما انت فاكره. لكن نسيب الموضوع ده دلوقتي. انا بس عايزه اقول لك بحبك يا عمر. ايه بالنسبه له؟ ما تحاوليش تفهميها ان لك حقوق عندي. بالعكس، انت اللي لك حقوق عندي. ديون كبيره جايه اوفيها الليله، جايه انبهك وافتح عينك زي ما انت عملت معايا. يلا بينا يا عمر. يلا فين يا هانم؟ على الرقص والسهر والخمره اللي كنت بداري نفسي علشانهم بنضاره سودا؟ كل ما بدأك الكريمه اتبخرت في الهواء. علشان دي الهانم بنت المدير، علشان المركز الكبير اللي حطوك فيه، علشان المصنع الحيره بتاعك. راح فين كفاحك واخلاصك للعمال؟ اتنسى خلاص؟ اتمحى في غمضه عين؟ حرام عليك، 40 عامل اتشردوا في الشوارع وبيوتهم تتبهدل. مش صحيح، ما تكذبيش عشان توري موقفك. ده مش كلامي، ده كلام مصطفى اللي كنت بتزوره في المستشفى. مالك انت تتدخلي في العمال والاعمال؟ لانه عايشني في حياتهم في مشاكلهم. العامل اللي اكرمه مره بيخلص له لحد النهارده، وانا ما اقدرش اقول لك اقل اخلاص من مصطفى اللي جالي مخصوص علشانك في البيت. تشكر قوي. خلصتي كلامك؟ ايوه، بس في تذكار بسيط. النضاره السودا دي ما بقتش تنفعني خلاص،
بقت إلزامك أنت يا حضرة المستشار. جميعا ارحب بيك في اول اجتماع تحضره معانا، ونهني انفسنا بالكسب الكبير اللي فزنا به بعضويتك لمجلس الاداره. اشكركم جدا على ثقتكم العظيمه بي وتقديركم لمجهوداتي المتواضعه في الشكل، وده هيخليني مستقبلا ابذل قصارى جهدي ان شاء الله. احنا واثقين من كده يا استاذ عمر. طبعا بس انا ليا ملاحظه واحده، وهي ان كل المجهودات اللي بيبذلها اعضاء مجلس الاداره مع الاسف ملهاش اي قيمه، كلها مجهودات ضايعه في الهواء. وده راجع الى ان في شعور بعدم الاطمئنان سائد بين العمال، حاسين بان الماكينات الجديده اللي استوردناها اخيرا بدل ما تزود عدد العمال في الشركه خلتنا على العكس نفصل 40 واحد منهم بلا ذنب. ولذلك انا حاول لمشروع التامينات العماليه اللي كنت قدمته بعد رجوعي من المانيا، وارجو من حضراتكم ضم هذا المشروع الى محضر هذه الجلسه لاخذ الموافقه عليه. يا استاذ عمر ان شاء الله في الجلسات اللي جايه هنشوف. يا فندم انا ما اقدرش اقعد على الكرسي ده الا بعد الموافقه على المشروع بتاعي لتثبيت العمال وتامين مستقبلهم، فاما قبول المشروع او قبول الاستقاله بتاعتي. عن اذنكم.